مستمعينا متتبعي صفحة إذاعة تيارة الجهوية، بطبيعة الحال متابعة لمشكل وكذلك أزمة مياه الشرب على مستوى مدينة تيارة. طبعا إذاعة تيارة ترافق المواطن من خلال الاطلاع على مدى تجسيد وعود رئيس الجمهورية وكذلك السلطات المحلية بولاية تيارة. طبعا ننزل في هذه اللحظات إلى منطقة الشط الشرقي كما هو معروف بالنسبة لهذه المنطقة التي يعول عليها كثيرا في تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب، كما تلاحظون في الصورة. طبعا ورشة العمل تعمل في هذه الساعات وفي هذا التوقيت بالذات، طبعا في ساعات متأخرة، ببرنامج 3-8 كما هو معروف. مصالح الدرك الوطني لملاكه موجودة في هذا المكان. كما تشاهدون عمال الورشة يعملون في هذه الورشة التي يعول عليها في تزويد الساكنة، قلت قبل عيد الأضحى إن شاء الله ب 10,000 متر مكعب، ستخفف عبء ومعاناة المواطن في تيارة. نتواجد في هذه الورشة، نقترب ربما من عمال الورشة كما تشاهدون. طبعا هذه الصورة تأتيكم من عين المكان شط الشرقي. الأخ كريم تعامل هنا ربما كرئيس ورشة، رانا نسألوا على العمل في الليل في الورشة، خاصة بعد التعليمات اللي مشات جاتكم من السلطات المحلية باش وصلوا الماء إن شاء الله قبل عيد الأضحى إن شاء الله. بإذن الله بربي إن شاء الله. واش قلنا على العمل في الليل هنا؟ رانا نبدا من 6 تاع الصباح حتى نرس حتى للزوج تاع الصباح. حتى للزوج تاع الليل يعني. والعمال كاين العمال يعني؟ كاين العمال. شحال من عامل عندكم في الورشة؟ عندنا 9. 9 عمال. وباش كل جروب فيه 3 ابار شو اخرى. يعني السائقين والتجهيزات. وباش نفهموا المواطن يعني، كاين هذا المشروع هذا راه مقسم على شحال من مقاوله يعني؟ خمس مقاولات، كل مقاول حكم جزئي يعني. باش نتسالوا نفهموا المواطن، لانه المواطن يقول ربما كيشوف العامل واقف يقول لك راه ينتظر هذا العمل كيفاش تتم يعني، شحال تدي وقت هذا الانبوب باش يكون مع بعض يعني. اشرح لهم شويه. هي فيها شويه فيها تعب فيها زوج، باسكو الديامتر هذه راه يكبروا الديامتر. بس ان شاء الله احنا مع المواقف ربي ان شاء الله تكون ان شاء الله يمشي المشروع هذا قبل عيد ان شاء الله. باذن الله. باذن الله. بنفس الوتيره كما راه يمشي هنا يمشي في الورش الاخرى. في الورش الاخرى. هذه كيف المصالح الامنيه ما لفقتكم يعني لين؟ طبعا ها مصالح ربما مصالح الدرك كما تشاهدون، مصلحة الدرك الوطني بملاكه يرافقوا الورشة طبعا حتى نطمئن المواطن ربما في تيارة من خلال هذه الرسالة الإعلامية اللي ترافقكم من خلال إذاعة تيارة من خلال الصفحة الرسمية والتغطية. نذكر أنه نزلنا لهذه الورشة طبعا بدون برنامج، تنقلنا إلى منطقة ملاكه لمعاينة المشروع هل هو يعمل ليلا أم لا. كما تشاهدون طبعا وصول بالنسبة للمادة الأولية موجودة، خاصة الأنابيب اللي سأل عليها قال أن فيها مشكل. كان عندنا فيها شويه اشكال، الحمد لله راهي توفرت الماده الاوليه. الاشكال وين موجود بالضبط؟ كان شويه لا ماطور ناقصه شويه. كان معروف راهي فاتت شويه من البروجيات وصار دوك راهي الحمد لله راهي توفرت كاينه موجوده. يعني كنا نتحدث قبل قلت انه غدا ان شاء الله يوميا يجونا تسليات. يعني الانابيب موجوده يعني؟ موجوده يعني ما فيش اشكال في الماده الاوليه بالنسبه للمشروع. ان شاء الله توصل المشروع ان شاء الله. على كل كل الامور تمشي كما ينبغي ان شاء الله. وهذو عمار راهم هنا ربما ندوا معهم الكلمه. اخ كريم واش تقولنا على هذه الورشه اللي راهي في الليل يعني؟ الحمد لله رانا نخدموا هنا من الصباح للليل. وقتاش تكملوا الليل يعني؟ حتى للزوج تاع الليل، حتى الوحده ونص تاع الليل زوج. ونبدا الصباح من 6 تاع الصباح. 6 تاع الصباح وراهم موفرين لكم الامور هنا تاع العمل. الحمد لله. تيور 24 ساعة. واه انا نخدموا تراوي. الحمد لله هاني رانا الامن الحمايه المدنيه كاع الناس راهي مجندين. كاع مجندين كاع. كاين حاجه المواطن بكل صراحه يتساءل يقول لك لما نمشيو على الورشه نلقاو 4-5 عمال، كيفاش هاد 4-5 عمال؟ ماذا ربما هذه الورشه هذا ما تحتاج 4 عمال ولا 5 ولا كيفاش مقسمين؟ كيما احنا رانا كل جروب راه فيه كيما نقولوا احنا 5-6 حتى 9. كل جروب. من رانا كل جروب مقسمين. شحال من جروب كاين؟ كل حسب المقاول، كل مقاول شحال من جروب عنده. ايوا يخدموا كما نقولوا احنا حتى كما هذا احنا عندنا 9 نخدموا مع بعضنا. كاين كيما نقولوا اللي كاز كاين اللي يردموا كاين اللي يديروا الشبكه كاين اللي يسولوا التيو كاين حسب الحالات.
طبعا عمليه تلحيم الانابيب هذه يعني كما نقولوا احنا سود باش سودو تيوات غادي نشوف عمليه تطلب وقت يعني كم ديروا هذه الاله هذه شحال تقعد الوقت تاعها باش تلحم تيوات؟ حتى ساعه ونص تقريبا ساعه ونص باه تسودي وتصنع ساعه ونص يعني تلحيم انبوب مع انبوب يطلب ساعه ونص تدي وقت يعني هي عملية متقنة يعني متقنة باه ما تعاودش كما قلت ما يكونش من بعد عمل يعني هكا عشوائي جودة الأنابيب مليحة لا مليحة الحمد لله قابلة مليحة يعني والأنابيب متوفرة يعني متوفرة الحمد لله هذا كتبوا هنا وبالله إن شاء الله هني بدي ندوز هاي الصباح يوسف الصباح إن شاء الله على 6 يكونوا على 6 الصباح يكونوا إن شاء الله إن شاء الله تمشي مليحة لا تمشي الحمد لله كان ربما السلطات مع الوزير كان زاركم أمس واش قال لكم يعني الوزير بكل صراحة احنا سبينا الهضره اللي درا احنا بنا نتوفر الماء للوليتيه بتجيبوا الماء للمواطن بتجيبوا الماء للمواطن هي الراحه تاع المواطن واش الكلمه المواطنين اللي راهم يدفعوا لهذا الماء الحمد لله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله كما الهضره اللي هضر نقولوا الرئيس والوزير والوالي ان شاء الله تطبق ان شاء الله تطبق ان شاء الله ان شاء الله قبل العيد ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله هاكم ديروا في مجهودكم انتم ان شاء الله اكتبوا مجهودنا رانا نهار ليل ونهار وهو كل شيء باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن ربي اذا كان سهلها ربي تمشي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تمشي لانه المواطن في تيارت يعول على هذا المشروع صراحه خاصه مشروع الشط الشرقي اللي هو يزود المواطن تاع مدينه تيارت اللي راه بحاجه اليوم المواطن انتم على درايه ربما كعمال وكرؤساء ورشه واش راه صاري في المواطن في تيارت؟ راكم دايرين به يعني وحتى انتم راكم منه يعني انا قاعد شغل عايشين هنا المشاكل دايرين والحمد لله ان شاء الله ربي يفرجها ان شاء الله ان شاء الله تفرج باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك يعني وعدكم فرقه راكم تداولوا على العمل ولا تكملوا حتى الزوج ثلاثه تاع الليل الزوج ثلاثه والناس وتجي لي كيف اخرى ايه تجي لي كيف اخرى يعني انتم كيف تخدموا للزوج وبعد تدخل لي تدخل لي كيف اخرى تخدم للزوج هاني حتى النهار الشيء ونعاود يعني ترى 10 صباح ومن بعد تجي كيف يعني راكم تخدموا ثلاث فرق في 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 24 ساعه ربي يقدركم ان شاء الله ربي يجازيكم كما تتابعون وتشاهدون طبعا انا نحن في الورشه هنا في الشط الشرقي مصالح الدرك الوطني ساهر على هذه العمليه اللي كان اقر رئيس الجمهوريه انها تسلم في مده اقصاها 20 يوم طبعا العمل مستمر في ورشه موزعه على 5 مقاولات يعني كل مقاول يعني عنده عمال تاعه على مدار 24 ساعه كما تتابعون هذه العمليه ربما الاصعب في هذه ربما في هذه الورشه وهي تلحيم الانابيب فيما بعضها يعني تتطلب مده ساعه وساعه ونصف يعني كما قال رئيس الورشه لذلك ينتظرون كما تشاهدون طبعا يقومون بالعمليه ينتظرون مده ساعه بهذه الاله حتى يتم تلحيم الانابيب فيما بينها وتكون العمليه متقنه ان شاء الله يصل الماء الصالح للشرب للمواطن في تيارت في اقرب وقت هذه معاينه لورشه الشط الشرقي كما تشاهدون وتتابعون عبر صفحه اذاعه تيارت المشروع الذي يعول عليه ان شاء الله في رفع الغبن عن الساكنه خاصه بعد هذه المعاناه اللي نشوفها في هذه الايام فقط المواطن مطالب بالتحلي بالصبر كذلك تضامن فيما بينهم لتخطي هذه الازمه ازمه مياه صالحه للشرب مصالح الدرك الوطني ساهره على المشروع كما تشاهدون طبعا للامانه هذا البرنامج وهذه الخرجه خرجناها ربما من باب الصدفه مرورا على هذا المشروع ففضلنا الوقوف عند هذه المحطه الاولى لانه فيه محطات اخرى عبر هذا المشروع على مستوى على مسافه 42 كيلومتر ربما في اضافه لرئيس الورشه احنا بالنسبه للخدمه باقي رانا باقي مبروشين في السطاسيون تاع سيدي واضح تاع سيدي واضح سيدي واضح من اللي يلحق السطاسيون سيدي واضح ان شاء الله تخلص يعني غير تلحق العمليه سيدي واضح تكون شات الازمه ان شاء الله تعالى يكون مشى الماء يعني راكم قريب ليه راه قريب ليه شحال باقي لكم على الخزان هذا؟ باقي واحد 900 متر على الخزان 900 متر والخزان بالنسبه للخزان تاع بالنسبه للحجاره بعد في لونتربريز الاخرين راهم اللي يخدموا يعني الانابيب 900 متر تكون لحكة سيدي واضح باذن الله يبقى الخزان كذلك فيه مقاوله اخرى تكفل به يربط مع الاستاسيو الاستاسيو راهي غايه الخدمه يخدم احنا دوك نرونفونسو يربط مع الشبكه القديمه نرونفونسو مع الشبكه القديمه هذه كي تولي تخدم هذيك احنا البروش الاخرى هذيك هي الخدمه هذه واجده يعني واجده هي واجده هذه هي العمليه كما تشاهدون
روجي كاع هذا وراه كاين هاني الابار هارم يحفروا فيهم ها من حدا الابار يحفروا فيهم يعني الابار بمحاذاه مشروع الشرقي دعموا هذا يعني هذه بالاضافه لي ربع تاع ابار وعلى زيد الحفر هذا هاي قدام من شحال شحال كاين بئر هنا محفر تقريبا واحد الربع حفروا جوج مسجد وراهم يزيدوا يحفروا وصلوا لقاول ما كاين ولا كاين ما كاين الحمد لله هذه مشاريع ان شاء الله تخفف الازمه هذه ربع ابار موجوده هنا ابار عين زريت ومشروع شط شرقي اللي يمشي على 42 كيلومتر من كرمس هذه هي الورشه اللي فضلنا ان نتنقلها ليلا طبعا الورشه اللي كثر عليها الكلام مؤخرا انها تزود الساكنه في تيارت طبعا في القريب العاجل خاصه قبل عيد الاضحى ان شاء الله هذه هي الورشه طبعا الانابيب وصلت اليوم طبعا بتعليمات من السلطات المحليه من وزير الري الذي كان يوم امس عين المشروع رفقه وزير الداخليه وكذلك كان فيه اتصال مع مصنع في شلف انه يزود هذه الورشه بالانابيب كما تشاهدون انابيب من نوع خاص نوعا ما بالنسبه لمشروع ربط المياه طبعا انابيب ليست بالانابيب الاخرى طبعا وهذه هي طبعا نتابع هذه الورشه كيفاش تم ربما العمليه عمليه صراحه صعبه تتطلب ساعه او ساعتين تشاهدون هذا بعد ساعتين من تلحيم الانبوب الانابيب فيما بعدها يتم الفك في هذه اللحظات للانابيب وتتم عمليه اخرى ربط انبوب مع انبوب تتطلب وقت نوعا ما هكذا الورشه تعمل ليلا طبعا بمرافقه مصالح الامن اللي راهي تسهر على مرافقه العمال طبعا حفاظا على سلامه وامن الورشه مصالح الدرك الوطني في ملاكو نتابع الورشه دائما من مكان طبعا بالقرب من بلديه ملاكو مشروع الشط الشرقي هكذا الورشه تعمل ليلا ان شاء الله تكون جاهزه في الوقت المناسب حتى تخفف معاناه الساكنه ساكنة تيارت طبعا الاعتماد على سد بالخدة وكذلك مشاريع وآبار مينا شح الأمطار والكثير من الأمور اهتراء الشبكة هذه التي تحدث عنها يوم أمس وزير الري الذي منح غلاف مالي معتبر في انتظار مشروع أجرمايا هذه الورشة كما تتابعون طبعا العملية تم هكذا بهذه الصورة هذه العملية عملية ربط الأنابيب من شط الشرقي طبعا قلت دائما نتواجد على مستوى محطة الشط الشرقي ومعاينة ورشة إيصال الماء صالح الشرب لمدينة تيارت بالقرب من محطة سيدي واضح طبعا المسافة قليلة وقليلة جدا إن شاء الله في القريب العاجل تصل هذه الورشة كما تشاهدون هذه العملية تتم ليلا ورشة تعمل 24 ساعة على 24 ساعة بخمس مقاولات يعني موزعين على مسافة 42 كيلومتر للإسراع في العملية تحية صراحة لهذه العمال الذين يسهرون ليلا يعملون ويسهرون في ربط الأنابيب طبعا هذه هي العملية وهذه هي الورشة التي طبعا تتم عملية سحب الأنابيب على المسافة اللي ذكرناها مسافة 42 كيلومتر هذه العملية وهذه الورشة موزعة على خمس مقاطع بطبيعة الحال طبعا هاهم العمال رانا شاهدين فيهم يعملون طبعا إن شاء الله قلت هذا المشروع اللي أقر رئيس الجمهورية أنه يسلم في مدة أقصاها 20 يوم وكان وزير الداخلية وزير الري طلب من الشركة التي تشرف على إنجاز هذا المشروع أنه يسلم قبل عيد الأضحى بيوم على الأقل يسابقون الزمن طبعا هو كل شيء بالمكتوب بمكتوب الله عز وجل ولكن شهادة لله نحن نتواجد في هذه الورشة العمال يسهرون مصالح الأمن كما تشاهدون الدرك الوطني يرافقون الورشة خاصة ليلا حتى تكون هذه العملية جاهزة إن شاء الله قبل العيد وهي ورشة يعول عليها كثيرا في تخفيف عبء المواطن خاصة العبء السهريج التي صراحة أصبحت تجول وتجوب شوارع مدينة تيارت
في صورة لم نكن ننتظرها أبدا، ولكن قدر الله ما شاء فعل، والأزمة يجب أن تلد الهمة كما يقال إن شاء الله تتجاوز تيار هذه المحنة، محنة الجفاف، وتعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقا إن شاء الله. عن هذه هي العملية وكيف تتم على مستوى مشروع الشط الشرقي ليلا، تقول الأضواء الكاشفة كما تشاهدون بمرافقة مصالح الدرك الوطني، هي موجودة مصالح الدرك، هي المادة الأولية طبعا تم إيصالها اليوم، غدا ستصل الكمية الثانية من الأنابيب القادمة من ولاية شلف وولايات أخرى لتسليم هذا المشروع في وقته. العملية تتم في هذا التوقيت بالذات على مستوى بلدية ملاكو بالقرب من محطة سيدي واضح، تستمر العملية طبعا، وقلت العملية الصعبة في المشروع التي تأخذ الوقت، هذه العملية هي عملية تلحيم الأنابيب، حيث يتم وتأخذ وقت من ساعة ونصف إلى ساعتين أو أكثر عملية، وبهذه الآلة وبهذه التجهيزات يتم تلحيم الأنابيب بإيصالها إلى الشبكة القديمة بسيدي واضح ومنها إلى ولاية يات. هذا جزء من العملية، عملية ربط الأنابيب وعملية تلحيم في محطة الشط الشرقي. أعيد وأذكر إذاعة تيار ترافق عمان هذه الشركة ليلا في هذه الخرجة الميدانية، أبينا إلا أن نقف على المشروع والعمل ليلا بعد التعليمات التي أسدتها السلطات المحلية ورئيس الجمهورية في مدة أقصاها 20 يوم، هكذا تتم عملية تلحيم الأنابيب. هذه العملية اللي تأخذ الوقت الكبير كما تشاهدون، طبعا عملية تأخذ من ساعتين إلى ساعتين ونصف، وبعض الأحيان ساعة ونصف، عملية تلحيم الأنابيب بهذه الأجهزة، وهي العملية الصعبة. ربما المتابع هذه أنابيب على غير العادة، أنابيب ربما من نوع خاص حتى يتم إتقان العمل بشكل جيد. هذه العملية تتم هكذا، طبعا هذه الصورة نقلناها من مشروع الشط الشرقي، تحية قلت لهؤلاء العمال، تحية لرجال الدرك الوطني الذين يسهرون على مرافقة العمال ليلا لإيصال المياه الصالحة للشرب وتسليم المشروع في وقته إن شاء الله بهذه الكيفية، إذا استمرت الأمور على ما هي عليه والعمل في هذه الورشة إن شاء الله يسلم المشروع في وقته، وأكيد سيخفف عبء المعاناة على الأقل في انتظار استلام المشاريع الكبرى الأخرى الخاصة بقطاع الري على غرار أبار عين زريت ومشروع أجرمايا اللي أعلن عليه وزير الري يوم أمس، حيث صار هذا المشروع رسميا من نصيب ولاية تيارت بتكلفة مالية تصل 500 مليار سنتيم. هذه العملية اللي تابعوها اليوم وعملية تلحيم الأنابيب. هذه العملية طبعا، وللأمانة هؤلاء العمال هاو ربما
وجبتهم تصل بعد قليل لتناول العشاء، يسهرون يعملون. قلت نوجه لهم التحية لأنهم يسهرون ليلا على تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع. طبعا هام العمال، طبعا عمال هذه المؤسسة في هذا الوقت بالذات راح يتناولوا وجبة العشاء اللي راهم يسهروا على هذه المؤسسة حتى يتم تجسيد مشروع الشط الشرقي على أرض الواقع. نقلنا لكم هذه الصورة للأمانة الإعلامية، نزلنا للورشة، حبينا نوقع الورشة وعملها ليلا، وقفنا عندها وإن شاء الله يسلم المشروع في وقته. قلت هذه العملية الصعبة اللي من خلالها يتم تلحيم الأنابيب لعملية تتطلب ربما أكثر من ساعتين، ربما هي عملية التلحيم اللي تدي الوقت. الأخ كريم كيفاش تم هذه العملية تاع تلحيم الأنابيب؟ شحال يقعد هذا التيو هكذا؟ 45 دقيقة. 45 دقيقة هكذا، وكاين اللي تستمر ربما حتى لساعة. ثلث ساعة ساعتين يعني. هذه العملية الصعيبة ربما. هذه العملية الصعيبة في المشروع. هذه العملية اللي تدي الوقت إن شاء الله تجسد قلت هذه المشاريع. إذا نقلنا لكم هذه الصورة من ورشة شط الشرقي. شكرا لكم على المتابعة. نرافق طبعا هذه المحنة وهذه الأزمة لإيصال الرسالة الصحيحة للمواطن طبعا من خلال السهاريج التي تدعم من الناحية التضامنية. ولو أن المواطن يشتكي من التنظيم، نتمنى أن تنظم فقط هذه السهاريج عبر الأحياء، تشارك فيها رجال الأحياء في انتظار تسليم هذا المشروع إن شاء الله في وقته، وتفرج الأزمة بإذن الله بفضل الرجال وبفضل هؤلاء العمال وبفضل المجهودات المبذولة من طرف السلطات العليا في البلاد والسلطات المحلية بتيارة. إذا خليوا هذه العمال يخدموا، نقول لهم ربي يعاونكم، يعطيكم الصحة شباب، وإن شاء الله ربي يقدرهم ويقدر كل من يسهر على راحة المواطن في ولاية تيارة. شكرا.